Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle herhangi bir dil eğitimi almadan Türkçe konuşmayı, nasıl öğrendiğimi paylaşmak istiyorum. Eğer siz de başka bir dil öğrenmeye çalışıyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Yanımda kal, yanımda kal, düşlerim yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal, çok geç rastladım sana. Yanımda kal, yanımda kal, düşlerim yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal, çok geç rastladım sana. في هذا الفيديو سأحدثكم عن الخطوات التي اتبعتها لتعلم اللغة التركية مجاناً بمفردي ومن الصفر. وبطبيعة الحال فهذه الخطوات تنطبق على تعلم أي لغة أجنبية، وباتباعكم لهذه الخطوات ستستطيعون التحدث مثل ما تحدثت أنا في بداية هذا الفيديو أو أفضل. إذا في البداية سأشرح لكم الخطة التي اتبعتها في رحلة التعلم. في الواقع فالسلم الزمني لهذه الرحلة ينقسم إلى 3 فترات. الفترة الأولى أطلقت عليها اسم فترة الاستكشاف، الفترة الثانية هي فترة التعلم، أما الفترة الثالثة فهي فترة الممارسة والتطبيق. الآن دعوني أشرح لكم كل فترة بالتفصيل. الفترة الأولى فترة الاستكشاف، في هذه الفترة يكون المتعلم تماما مثل الرضيع الذي يحاول تعلم لغته الأم، فهو في البداية لا يعرف أي كلمة من اللغة التي سيتعلمها، لكن مع استماعه لمحادثات الناس الذين من حوله ومراقبة تحركاتهم يبدأ بتعلم الكلمات البسيطة. فالرضيع لا يتعلم في البداية الحروف الأبجدية وقواعد هذه اللغة، وهذا تماما ما على المتعلم القيام به في بداية الرحلة. ففي فترة الاستكشاف عليك مشاهدة مسلسلات، أفلام وفيديوهات من اليوتيوب بهذه اللغة، ولكن عليها أن تكون مترجمة، لأنك بهذا ستكون قد جعلت أذنك تعتاد على السماع هذه اللغة، وبالتالي عندما تتعلمها ستستطيع نطق الكلمات بالطريقة الصحيحة. الفترة الثانية فترة التعلم، في هذه الفترة يكون المتعلم مثل الطفل الذي يدرس بالمدرسة الابتدائية، فهو يبدأ بتعلم الحروف وتعلم قواعد هذه اللغة وحفظ بعض الكلمات. وبالنسبة لي في هذه المرحلة فقد قمت بمتابعة قناة على اليوتيوب تعلم قواعد اللغة التركية، وقد قمت بتخصيص كراس لأدون فيه كل القواعد التي أتعلمها. أما بالنسبة لحفظ الكلمات والتي تعتبر في غالب الأحيان من أصعب المهام في هذه الرحلة، فأنا أقترح عليكم استعمال تطبيق ديولينجو أو ميمرايز. فنظام هذه التطبيقات يجعلك تحفظ الكلمات بطريقة سهلة وممتعة. وبالإضافة إلى هذا فأنا أنصحك أن تغير لغة هاتفك باللغة التي تود أن تتعلمها، لأنك بهذه الطريقة ستكون قد تعلمت كلمات جديدة بطريقة غير مباشرة. وفي نهاية هذه الفترة ستكون قد تعلمت أساسيات هذه اللغة. الفترة الثالثة والأخيرة وهي فترة التطبيق والممارسة، في هذه الفترة ستجعل كل القواعد التي تعلمتها راسخة في عقلك، وهذا ما يحدث إلا عن طريق التطبيق والممارسة. فبفضل الوسائل التكنولوجية قد أصبح بإمكاننا ممارسة أي لغة دون السفر إلى أي بلد آخر. في هذه المرحلة أقترح عليكم استعمال تطبيق سبيكي أو هيلو توك. فالفكرة الرئيسية لهذين التطبيقين هي أن تجعلك تتحدث مع أناس ناطقي باللغة التي أنت في طور تعلمها، مقابل أن تعلمهم أنت أيضا لغتك الأم. وبالإضافة إلى هذا عندما تود أن تبحث عن موضوع معين في اليوتيوب أنصحك بأن تبحث عنه باللغة التي أنت تتعلمها، ولكن هذه المرة عليك مشاهدة هذه الفيديوهات دون ترجمة، لأنك بهذه الطريقة ستكون قد رسخت عبارات وجمل جديدة في عقلك الباطن، وعندما تقوم بممارسة هذه اللغة ستجد نفسك تستعمل هذه العبارات دون علمك. وطريقة أخرى للممارسة والتطبيق وهي أن تحاول كتابة مذكراتك كل يوم بهذه اللغة، وملخص القول هو أن تحاول استعمال هذه اللغة في حياتك الطبيعية. في الواقع هذه المرحلة تستمر إلى غاية أن تجيد التحدث بهذه اللغة مثل لغتك الأم. وهكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، آمل أن تكونوا قد استفدتم، وآمل أيضا أن أكون قد ذكرت لكم كل النصائح التي علي أن أذكرها. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغطوا على زر الإعجاب وأن تتركوا لنا تعليق في الأسفل، ولا تنسوا أيضا أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيد الجميع، وأنا إن شاء الله أراكم في الفيديو الجاي. سلام. Yanımda kal, yanımda kal.
çok geç rastladım sana.